طيب، السلام عليكم يا دكاترة. الشير سكرين واضح والصوت واضح؟ ايوه واضح. طيب تمام، يلا توكلنا على الله. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض بإذن الله تيبس فور بيب 1 بوستر برزنتيشن. المفروض ان كل المجموعات تبقى خلاص about to finalize البوستر بتاعهم، وان شاء الله بعد العيد هتبداوا تسلموا لنا النسخه الاي 4 اللي احنا هنبعتها للمحكمين ان شاء الله تتحكم، وهتطبعوا البوستر بتاعكم اللي هتعرضوه ان شاء الله في اليوم اللي هنحدده لكم ونقول لكم عليه. اخر الليكتشر دي المفروض احنا نطلع بريبريشن. البريبريشن مهم قوي قبل البرزنتيشن. ابقى مستعد ازاي؟ ابقى عامله الكريش ريفيو كويس على الموضوع بتاعي، عارفه الحاجات الابديتد اللي فيه، ابقى مجهزه نفسي لاي اسئله متوقعه ممكن حد يسالها لي، ابقى عارفه كويس قوي، عامله لنفسي 2 or 3 sentences فوكسنج عليهم، هم دول اللي انا محتاجه ان انا اتكلم عليهم، هم دول اللي انا محتاج ان انا اوصلهم. مهم قوي قوي ابقى انا مجهز نفسي بحيث ان انا لما اجي اعرض البوستر بتاعي ما ضيعش الوقت في كلام اكسترا واسيب الحاجات الاساسيه اللي مطلوب مني ان انا اعرضها وما اعرضهاش. طيب خلاص، قلنا ان احنا استعدينا وعملنا ويل بريباريشن، جينا يوم البرزنتيشن. كل واحد فينا هيبقى واقف جنب البوستر بتاعه مش قدام البوستر بتاعه. كل واحد هيبقى طبعا مبتسم للناس اللي هتجيله، كل واحد هيبقى متوقع ان الناس مش هتجيلك مرة واحدة، يعني الكلام اللي هتقوله هتقوله كتير، هتقوله كذا مرة. اول ما الناس تيجي تقف على البوستر بتاعي مش اول ما يقفوا على طول اقول لهم انا موضوعي كذا وبتكلم عن كذا وعملت كذا ولقيت كذا، لا، انا بدي الناس الاول دقيقتين ثلاثه يقفوا مع نفسهم، يقروا العنوان، يقروا الاوبجكتيفز عشان هم كمان يبقوا عارفين. معلش ده من عندكم برضو. وبالتالي انا ابقى جاهزه او جاهز ومستعد تماما ان اي حد هيبدا يقرا البوستر بتاعي وجيننج الميجور اوت لاين بتاعه يقدر والله ساعتها يسالني. معلش ثانيه واحده يا دكاتره، انا مش عارفه اتابعك ولا هيقدر والله يسالني ساعتها زي ما يحب في النقط اللي هو شايف ان هو انترستد فيها اكتر. طيب لما ابقى واقف علشان خاطر اعمل برزنتيشن البوستر بتاعي مهم قوي، دي احنا بتاخدوا عليها حتى درجات عندنا، هل انتوا بتقروا قراءة من البوستر نفسه ولا لا؟ ولا انت يسمع الكلام اللي هو حافظه؟ ده طبعا غلط، ما ينفعش خالص، ولا ينفع كمان نقف نقرا من البوستر نفسه. ده شيء غلط خالص، لان هو اوريدي الراجل او الست اللي واقفين يبصوا على البوستر او اللي مهتمين يبصوا على البوستر ده بيعرفوا يقروا، يعني هو مش عايز يقرا، هو مش مستني منك او منك ان انت تقرا له، هو عايز يسمع منكم انتوا اكشلي عملتوا ايه ووصلتوا لايه. فده مهم قوي قوي، غلط جدا، وبتنقصوا درجات على اللي يقف يقرا من البوستر او اللي يقف ماسك ورقه كاتب فيها الكلام اللي هيقوله. انتوا المفروض قبلها تكونوا متدربين على كل البوستر وتبداوا من اي جزئيه سموثلي، وتبداوا عارفين انتوا هتقولوا ايه، مش حافظين ومش كاتبين حاجه من البوستر نفسه، كلام يتكتب في ورقه صغيره. طيب برضو كمان المفروض في البوزيشنز تعرفين اللي هي بنقول عليها بقى الكوميونتي والكوميونيكيشن سكيلز، مش صح قوي ان انا وانا بتكلم على البوستر او انا بشرح في حاجه ان انا ابقى حاطط ايديا كده جنب، يعني رابط ايديا ورا ظهري او حاططهم قدامي كده، لا، لان ده بيدي اتيتيود شويه لجهه معينه. يعني انا والله لو انا مثلا ديفنسيف قوي فهتلاقيني حاطط ايديا قدام كده عقدهم، لو انا والله ما اعرفش ايه، لا، هو الصح ان انا بقف ستريت وطبيعي جدا جدا، وبشاور بايدي او بشاور بالبوينتر على الجزئيه، على كل جزئيه انا بتكلم فيها. البوستر بيبقى جنبي مش ورايا، وانا ببقى وجهي مقابل مواجه للي جاي يقرا البوستر بتاعي، يعني مش وشي ناحيه البوستر بقرا منه، لا،
انا وشي مواجه للشخص اللي انا بتكلم معاه في اي كونتاكت، وبشاور له بس على السكشنز، على كل سكشنز احنا محتاجين نوصل منه ايه المعلومه. البوستر فير طبعا بيبقى معرض وبيبقى فيه انتوا عددكم كتيرة جدا ما شاء الله، مجموعات كتيرة قوي، مش عارفين هتبقوا في نفس اليوم ميلز وفي ميلز، ولا غالبا ممكن نخليكم يوم ميلز ويوم في ميلز. بس طبعا بيبقى البوستر فير فيه ناس كتيرة قوي عارضة، مجموعاتكم ما شاء الله كتير، وبالتالي اللي بيفوت او اللي بيلف على البوسترز هيسمع دوشة، لان كل المجموعات شغالة في نفس الوقت، كل المجموعات بتتكلم مع الناس، كل المجموعات بتتكلم مع الريفيورز بتوعهم، وبالتالي مهم قوي ان صوتكم يبقى عالي، مش عالي اللي هو زعيق، لا عالي بشكل مسموع، يعني اللي واقف على بعد متر ونص ده سامعك كويس او سامعك كويس، ده مهم قوي. طبيعي ان دي اول مره ليكوا هتبداوا تعملوا فيها بوستر برزنتيشن، فوارد شويه تبقوا في ستريس او قلق كده، بس سموثلي التدريب قبلها كتير ده بيضيع جزء كبير قوي من القلق ده. طيب انا بدات اتكلم مع الناس اللي قصادي، ما ينفعش وانا بتكلم معاهم جنرالي عن الموضوع مثلا او ساعه على الانترودكشن اروح على طول عامل جامبنج على الديسكشن او على الكونكلوجن، لا انا بمشي سيكشن سيكشن، الا لو هو سال سؤال ريليتد للدسكشن، لكن غير كده هو جاي يسمع مني فانا لازم امشي في الفلو معاه طبيعي. بدات بالانترودكشن كملت، لو كاتبين ميثودولوجي او دخلت بعد كده في ريزلتس، دخلنا بعد كده والله في دسكشن في كونكلوجن، فبالتالي انا ماشي بسيكونس طبيعي، ما ينفعش ابدا اتكلم معاه من الانترودكشن اروح حب على طول ناقل نفسي للكونكلوجن او للدسكشن، فلازم امشي ويبقى عندي كلير ترانزيشن، اتكلمت على دي هتكلم بعد كده على دي، هتكلم على كده على دي وهكذا. في الاخر بقى المفروض ان انا خلاص شرحت بقى الريزلتس بتاعتي، مهم قوي قوي الجزء بتاع الكونكلوجن يوصل للي قصادي، لان دي كونكلوجن بقى بعد ما عملنا المجهود ده كله وصلنا لايه، دي كونكلوجن. طيب الكونتريبيوشن بتاع كل واحد فيكم، انتوا كده كده لما الريفيورز هيجوا لكم هيسالوكوا على الكونتريبيوشن بتاعتكم، المفروض كلكم تبقوا كونتريبيوتنج ان اول بورتس. لو حد بقى غير الريفيورز سالكوا قول له انا الكونتريبيوشن بتاعي، انا شغلي الاساسي احنا شاركنا في كل حاجه، لكن انا مثلا شاركت اكتر في الجزء بتاع الليترتشر ريفيو، التاني يقول والله انا برضو اشتغلنا مع بعض في كل حاجه، لكن انا شاركت اكتر مثلا في عمل الجرافس، ترتيب التيبلز، الاكستراكشن بتاع الداتا من البيبرز، حد تالت يقول انا والله شاركت برضه في كل حاجه، ولكن كنا مخصصين اكتر او متخصصين اكتر ومركزين اكتر او فوكسنج على كتابه الدسكشن وهكذا. طيب انا واقف بتكلم دلوقتي مع ناس جم يشوفوا البوستر بتاعي، وانا واقف في نص كلامي معاهم جالي ناس تانيين جداد، فهل اوقف وارجع ابدا من الاول تاني عشان الناس الجداد اللي جم، ولا اعمل ايه؟ لا ما بنوقفش، احنا بنكمل عادي خالص، ولكن اللي انا بعمله ان انا ممكن الناس اللي جايه لي لسه جديده، اللي بعمله ان انا بقول لهم انا واقفه فين، اقول لهم احنا كنت اتكلمنا على كذا وكذا واحنا دلوقتي بنتكلم في الريزلتس، ونكملوا معانا بقى الريزلتس، لو عندهم سؤال في الاخر يقولوه، عايزين يبداوا تاني من الاول سؤال في الاول يقولوه. طيب بعض المواضيع او بعض العناوين انت او انت بتبقي اوير بيها اكتر من اللي قصادك، يعني انتوا مختارين مثلا سي في ناس بتختار سندرومز، رير سندرومز مثلا عاملين عليها التايتل بتاعهم عاملينه على رير سندروم، مش مفترض ان كل الناس كلينيشنز او كل الناس عارفه السندروم ده، حتى ايفن احنا كلنا فيزيشنز بس مش كلنا عارفين ديتيلز بتاعت كل حاجه، فوارد قوي يبقى الموضوع اللي انت واخده ده تبقى عندك علم بيه اكتر حتى من الدكتور اللي قصادك، هو مش تخصصه، يعني هو مثلا سي جراحه وانت واخد موضوع بيور باطنه، وانت واخده موضوع بيور باطنه وسندروم وفيري رير، فممكن يعني معرفتي بيه عارفاه كاسم كده بس مش عارف الديتيلز بتاعته قوي، بس انت بقى او انت تبقوا عارفين الديتيلز بتاعته اكتر مني، وبالتالي لما اجي اتكلم بيه مع الناس ما افترضش ان الناس عندها باك جراوند عنه او عارفه كل حاجه عنه، لا ابقى واخد بالي من الجزء بتاع الاندرستاندنج بتاع الناس اللي واقفه قصادي، فاتكلم ببساطه وما احطش يعني بلاش الابريفيشنز كتير، وانا بتكلم اقعد اقول ابريفيشنز كتير، لان ممكن اللي قصادي برضه ما بقاش عارف الابريفيشن ده معناه ايه، فلازم اكون سو سيمبل
وانا بنقل المعلومه للي قصادي، وكل فتره اتاكد ان الدنيا يعني حضرتك معايا في اي سؤال، عشان خاطر اتاكد ان اللي قدامي فاهم كويس الفكره عامله ازاي. طبعا خلاص الناس جم، او المقيمين او المحكمين او الناس العاديين، خلصتوا وخلص ميعاد البوستر بتاعكم. وكده كده اي حد هيجي لكم هتشكروه، وخليكم فاكرين ان زي ما قلت لكم ممكن الدكتور اللي واقف قصادك ده مش عارف قوي، او ممكن يبقى طالب زيه زيك مش عارف قوي عن الموضوع، ويعجبه الموضوع بتاعك ويكمل هو ياخد السبيشاليتي دي ويبقى معاك فيه. ايه الحاجات بقى اللي احنا هنفتكرها بس سريعا؟ مهم قوي ان السايز بتاع البوستر يبقى زي ما احنا بلغناكم بيه، وهنيجي عند النقطة دي هقول لكم عليها تاني. مهم قوي ان انا احدد، لازم كلكم وبلا استثناء تبقوا حافظين عن ظهر قلب الاوبجكتيفز بتاعتكم، هي كي مسج، احنا بندور على ايه ولقينا ايه، لان هو ده الاساس. احنا والله كان التارجت بتاعنا ده او الاوبجكتيف بتاعنا ده، وفي الاخر بعد ما عملنا كل المجهود ده وصلنا للكونكلوجن دي. فمهم قوي الجزئيتين دول يبقوا كلير ومعروفين عن ظهر قلب لكل فرد في المجموعه. زي ما قلت لكم الجرافس لازم تبقى واضحه، ما يبقاش الكلام هيزي كده. لو حاطين صوره برضو الصوره تبقى افضل لو كانت اوضح، او كانت ملونه ما تبقاش برضو هيزي. ما يبقاش البوستر كراودد قوي، مزحوم كله كلام على تيبلز على جرافس، انا مش شايفه، الخط صغير جدا، الدنيا مزدحمه جدا، انا مش عارفه اتابع كويس، مش عارفه اقرا كويس. فزي ما قلنا لازم على الاقل ابعد متر ونص ابقى شايفه كل حاجه وكل كلمه واضحه فيزيبل قصادي، واقدر اقراها واقدر اشوفها بالراحه. في بعض المجموعات كنا نلاقيهم عاملين ايه برضه يا دكاتره، مثلا جايين كاتبين الانترودكشن على اليمين، وبعدين بعد الانترودكشن كاتبين ديسكشن، وبعدين بعدها كاتبين ريزلتس، وبعدين لا، هو ده مش صح. لازم تلتزموا بالفلو، ابستراكت فوق تايتل تحت التايتل، تحطوا اسمائكم على الشمال هيبقى في ابستراكت انجلش من عربيك، بعدها يبقى عندي انترودكشن واوبجكتيفز، بعدها لو انا عامله ميثودولوجي سيكشن صغير اقول بس ان انا دورت على دراسات او كده، وبعدين في النص عندي الريزلتس، على اليمين عندي الدسكشن، وبعدين الكونكلوجن. ما فيش حاجه، ما ينفعش ان انا احط كل واحده في حته، لان اللي واقف يشوف البوستر مش هيقعد يدور معايا، هي مش مغاره علي بابا، احنا عايزين الكلام ماشي ومظبوط والسيكونس مظبوط صحيح، علشان خاطر اللي يقف يقرا بعينيه يبقى عارف يتابع البوستر ماشي ازاي، ما يتوهش في وسط البوستر. طيب زي ما قلنا انت يعني احنا قدر الامكان نتجنب الابريفيشنز خالص. كل ما يبقى عندي فيجرز يبقى احسن من التيبلز، سواء بقى عندي فيجرز او عندي تيبلز، لازم طبعا كل فيجر ياخد نمبر وياخد تايتل، يبقى ليه تايتل معبر عنه. وكمان التيبلز لو هحط تيبلز يبقى هي كمان تاخد نمبر وتاخد تايتل معبر عنها. طيب اهم حاجه طبعا تتدربوا مع زمايلكم، تدربوا مع حتى اخواتكم في البيت، يعني مهم قوي عشان السيلف كونفيدنس عندكم يبقى اعلى وما تبقوش متوترين يومها. طيب عشان نوصل بقى لصم لكل الرولز اللي قلناها دي، هنفكر بس نفسنا سريعا كده، ما نقراش من البوستر خالص، نبقى مدربين من قبلها. لو عندنا اكسترا داتا عايزين نعرضها، او ايفن حتى البوستر بتاعنا عايزين نوسعه هو نفسه، يبقى معانا هاند اوت اتس اوكي. مهم قوي قوي ان اللي جاي يقف يشوف البوستر بتاعك ده تديله اهميه اهم من اي حاجه، لان هو ده الهدف، هو انت واقف اليوم ده او انت واقفه اليوم ده علشان تعرضوا البوستر، فما ننشغلش بحاجات ثانويه وحاجات تانية والناس تقف وتمشي واحنا ما بنكلمهمش خالص. لو اتسالنا سؤال مش عارفين ونعمل ايه، خلي بالنا احنا لسه في سنه تانية، فطبيعي جدا احنا ما احناش يعني اكسبرتس ان ميديسن، فطبيعي جدا ان احنا بعض الاسئله ممكن ما نكونش عارفين اجابتها، فما نفتيش بقى، ما نجاوبش اي اجابه كده، لا نقول احنا يمكننا ما عندنا شورت شويه في النقطه دي، احنا ممكن نرجع نقراها ان شاء الله ونبقى نعرف اجابتها، لكن ما نردش باي اجابه غلط.
طيب زي ما قلنا لازم اللي بيبقى يشوف البوستر يبقى عينيه مرتاحة ويلاقي الفلو بتاعه ماشي تمام، ما تبقاش الدنيا ملخبطة. لو الزوم ميتنج قطع يا دكاترة ارجعوا ادخلوا على نفس اللينك تاني. انتوا البوستر فير بتاعكم ان شاء الله السنة دي هيبقى يوم 5 ويوم 6 جون، ممكن نقسمكم بقى مثلا يوم ميلز يوم في ميلز بإذن الله، وهيبقى في قاعة المؤتمرات بتاعة الجامعة إن شاء الله. كل الستودنتس ماست بارتيسيبيت، مفيش حاجة اسمها واحد يغيب والباقيين يقولوا عنه، لا كلكم لازم بلا استثناء تبقوا موجودين، وكلكم برضو بلا استثناء هتشاركوا في البرزنتيشن. مسموح لكم كل ما يعني خلينا نقول ده للريفيورز اللي هيقيموكم، ليكم 10 دقائق هتعرضوا فيها البوستر بتاعكم للريفيورز، تتكلموا للريفيورز. بعد ال10 دقائق دول هيبقى في 5 دقائق تانيين الريفيورز هيسألوكوا فيهم عن حاجات اللي هم يحبوا يسألوا فيها. هم دول دي فترة التقييم بتاعتنا، لكن غير كده انتوا براحتكم. لو اي حد جه يتكلم معاكم اوبن ديسكشن ما دون الريفيورز، عايزين تتكلموا ساعه اتس اب تو يو. احنا بالنسبه لنا في الريفيونج بروسيس هنحتاج منكم لا يزيد عن 10 دقائق عرض و5 دقائق الريفيورز هيسالوكم فيهم ان شاء الله. طيب نيجي امتى؟ انا مثلا والله احنا البوستر فير هيبقى الساعه 10 او هيبدا الساعه 10 او هيبدا الساعه 9، يبقى انتوا اتليست من قبلها بساعه موجودين. ليه؟ علشان تعرفوا اماكنكم وتظبطوا حاجتكم وتلزقوا البوستر بتاعكم، لان وارد جدا يحصل مفاجآت، تلاقوا فيه مشكله ما في وقت العرض، المكان اللي بتلزقوا فيه مثلا مش مظبوط او حاجه، فتقدروا تتصرفوا. طيب كل سنة كنا بنعمل بوسترز بتتلزق، السنة دي هتبقى في شكل رول، وده اللي الجامعة طلبته لأن مفيش مساحة كبيرة شبه اللي احنا عاملينه ده. طبعا ده اكزامبل عشان تشوفوا بس شكل الرول، لكن انتوا السيكونس بتاعكم انتوا عارفينه، يعني انتوا عارفينه كويس قوي عامل ازاي. خلاص اهم حاجة ان الويدث عندنا ما يزيدش عن 85 سم، والطول بقى عندكم من متر ونص لغاية 2 متر، مفيش مشكلة. الرول ده نفسه موجود، انتوا هتطلعوه الجزء المعدني اللي بيتثبت فيه الرول ده هتاخدوه من الجامعة، ولكن البوستر نفسه انتوا هتعملوه. طيب أي سؤال؟ شوف ايوه دكتورة اتفضل. شو اسمه بالنسبة للطول بالباوربوينت مو موجود إلا 142 أكبر شيء. خلاص ما فيش مشكلة، بس الويدث ما يزيدش عن 85 خالص. تمام؟ تمام. سؤال تاني؟ الديتيلز بقى بتاعت التسليم ان شاء الله انتوا المفروض هتسلموا A4 بعد العيد ان شاء الله، هنبلغكم بيهم انا ودكتور سليمان، وان شاء الله باذن الله بقى الترتيبات بتاع البوستر فيرز والحاجات دي قبلها على طول هنبلغكم بيها برضه باذن الله. اي سؤال تاني؟ طيب يلا بالتوفيق، ولو احتجتوا اي حاجه كوميونيكيت معانا عن طريق الليدرز اي وقت، مفيش مشكله خالص، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم، بالتوفيق حبيبتي.